أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بالخير والمحبة، وهنا طل عليكم بحلقة جديدة من خلال شاشة وطن وبرنامج وطن سبورت، حلقة مهمة بكل تفاصيلها بأحداثها بكل ما نتطرق به. حق الرد مكفول لأي شخص يذكر اسمه بالبرنامج، أي شخص يذكر اسمه من حقه يجي ويرد ويقعد بهذا المنبر بأي وقت. دائما احنا نكفل حق الرد، دائما ما انت تكون حلقاتنا من أهم المتابعات. قبل قليل انتهت مباراة منتخبنا الأولمبي والمنتخب السوداني، نروح نشوف هذا الملخص ومن بعده نرجع. مشاهدينا الكرام، هذه أهداف منتخبنا الأولمبي اللي في الشوط الأول وأول نصف ساعة أحرز 4 أهداف، لكن كثير من التغييرات حصلت بالشوط الثاني. النتيجة انتهت 4-2 طرد من منتخبنا الأولمبي. بصراحة نحتاج لأكثر من مباراة. البعض راضي على الأداء، البعض غير راضي، البعض يقول أنه مدرب المنتخب الأولمبي لم يقرأ المباراة في الشوط الثاني. كثير من الأمور ممكن في حلقات قادمة راح نتحدث بيها. الأغلب اتحدث عن استدعاء كاساس لبعض اللاعبين من ضمنهم علي عدنان وبشار وغيرهم من لاعبين، لكن احنا نتساءل اكو لاعبين يعني صار سنة ما عندهم نادي، ما يلعبون بنادي، شنو الغاية من استدعائهم؟ يعني انت راح يصير لك اكثر من كاس الخليج لليوم، انت كل بطولة كل مباراة ودية كل بطولة ودية تاخذ لاعبين تجربهم، ايش وقت تستقر؟ ايش وقت تستقر؟ يعني غير الناس حتى تعرف اكو تقول هذا ما حد يتدخل بعملي، لا اكو تدخل بعملك، والدليل لاعبين ما متواجدين بأندية وانت جاي تدز عليهم وهم مو ذولاك اللاعبين المؤثرين، شنو الغاية من استدعائهم؟ بنفس الوقت هاي مباريات الأولمبي لو مسويها ببغداد كان حضر جمهور، كان تواجد الجمهور، يعني شنو الغاية من هاي المباريات اليوم بالبصرة انت سويتها؟ ما اعرف، يعني هذا كله تخبط. يعني الاتحاد كل ما نريد انه نشيد بعمله نشيد بي ما يقدمه، لكن يا اخي والله يجبروك انه تتحدث. ما اعرف كابتن عدنان درجال يعني ما يعرف اكو امور ضروري اني اتدخل بيها، من انت شلت المباراه ولعبت جبتها بالبصره، ليش؟ يعني هم ثلاث فرق هم ثلاث منتخبات، ممكن ببغداد الشعب بي صيانه، الحبيبيه بي صيانه، عندك ملعب الكارخ، عندك ملعب الزوراء، كان من الامكان انه تجيبهم وحتى حضور جماهيري راح يكون اكثر. ما اعرف يعني اني. اما قائمه المنتخب حدث ولا حرج، اسماء وكانما طابوا، ماكو داعي، شنو نخاف من عندهم؟ لاعب يقدم نخليه على راسنا وخليه يتواجد، لاعب كبير بالعمر، لاعب ما عنده نادي، على اساس اني اسحبه؟ ما اعرف يعني هاي التصرفات اللي تصير من نتحدث البعض. يعني بصراحه
ينتقد ويحكي ويقول ليش تنتقدون. نفس الوقت مشاهدينا الكرام يوم أمس وصلتنا رسالة من شخص عراقي أراد أن يوصل هاي الرسالة للجميع، إن كان دولة رئيس الوزراء أو كان وزارة النقل أو وزارة الشباب والرياضة أو حتى الاتحاد العراقي. أنتوا اليوم مو في طور تطوير الرياضة بالعراق، أنتوا اليوم تريدون تطورون الرياضة بالعراق مثل ما بالسعودية أحد الأشخاص اشترى أحد الأندية بالدول الأوروبية. احنا اليوم قادرين على هذا الشيء؟ فوصلتني رسالة انه اني باستطاعتي اشتري نادي الزوراء وليس استثمر شراء نادي الزوراء، لكن الناس والجماهير كيفت بس ما تعرف تفاصيل هذا الموضوع. هذا جاي الشخص هو منو؟ هو شنو؟ هو عنده فلوس؟ هو شنو شغله؟ لأن الجماهير امتعضت من واحد من الأشخاص هم إجى وراح على أحد أندية المحافظات وقشمر على العالم بحجة آني وأشتغل وهذه، لكن بالنهاية لكن هذا الشخص اليوم الجاي هو دكتور بروفيسور لاعب منتخب العراق بكرة السلة ومدرب سافر لأحد الدول العربية، ولحد قبل فترة راد يشارك بانتخابات اللجنة الأولمبية وتهدد ومنع من التواجد. نفس الوقت يوم أمس بعث رسالة، كان في أحد البرامج وأحد الأشخاص من إدارة الزوراء كان موجود وحق الرد مكفول. أنا أستغرب نوبات، يعني شقد ما نكون سلسين ويا العالم ويا الأندية ويا الرياضيين، لكن والله تجبرونا انه نتحدث. يعني من شخص يقول لك انا اشتري النادي، هل يعقل شخص يقود نادي بحجم الزوراء يقول له احنا مفتحين من 10 الصبح لل 10 بالليل؟ هذا رد ام هذا استهزاء ام هذا شنو؟ ما اعرف. اني هسه انت تقدر تقول له لا ما نبيع، هو مو شغلك، لان يا ناس يا عالم مو بكيف الإدارة. أولا ممكن يعني أكو قوانين، ثانيا أكو وزارة أو أكو وزارة شباب ورياضة، أكو وزارة نقل تدعم، أو أكو دولة رئيس وزراء. يعني الأرض والكيان هذا مال دولة ومال جماهير، مو مال شخوص حاليا تقود. كل الأندية بالعراق هي مو مال هاي الشخوص، هيئة عامة جابتهم، أكو قانون يسمح لهم؟ ممكن يتغير القانون؟ كل هذا راح نتعرف عليه مع الدكتور الأستاذ علي سماكة. حياك الله أستاذ علي، وجدا أشكرك للظهور والحديث بخصوص هذا الموضوع وبقية المواضيع. شكرا جزيلا أستاذ نبيل على الاستضافة، ومن خلالك شكرا لزملائك في الاستوديو. وحقيقة حضوري هذا اليوم هو المفاجأة الكبيرة اللي حدثت يوم أمس أخير دقيقتين في أحد البرامج الرياضية بفكرة شراء نادي الزوراء. طبعا هي الفكرة حقيقة أستاذ نبيل هي فكرة جديدة على الوسط الرياضي العراقي، لكنها في الحقيقة هي ليست جديدة علي شخصيا، لأنها عامل في الخليج أكثر من 23 سنة وأعرف كيف يفكرون الأخوة في الخليج وشيوخ الخليج الله يحفظهم في شراء الأندية الأوروبية. تمام أستاذ، نعم. أستاذ علي أنا أريد أبدي وياك بتفاصيل، أنا ما رح أكون مقدم برامج. تساؤلات العالم من يوم أمس لليوم، تساؤلات اللي ما يعرف هذا الموضوع، أبدي وياك أنه منو علي سماكة؟ دكتور علي سماكة، البعض ممكن جيلي وغيره ما يعرف منه علي سماكة. علي سماكة من العراق؟ علي سماكة رياضي عراقي؟ لو علي سماكة تاجر وشخصية معروفة، هذا من حق الناس تتساءل.
صحيح فعلا، شكرا على سؤالك. أنا حقيقة بس أريد الأجوبة دائما باختصار حتى نستغل الحلقة. يس يا نعم نعم أستاذ نبيل، أنا لاعب منتخب العراق لكرة السلة ومدرب منتخب العراق لكرة السلة وأمين عام المجلس الرياضي الأعلى في اللجنة الأولمبية العراقية ومدير قناة العراقية الفضائية وأستاذ وبروفيسور في الجامعة بغداد كلية التربية الرياضية لحد عام 1999 غادرت إلى الإمارات. وعند مغادرتي إلى الإمارات طبعا التحقت في مباشرة كمدير تنفيذي للألعاب الفردية والجماعية لنادي العين عام 99، ومن ثم مديرا تنفيذيا لنادي الشباب في دبي ومدير فني للنادي الأهلي أيضا في دبي. نعم. دربت منتخب العراق لكرة السلة؟ نعم، يعني أنا دربت منتخب العراق لكرة السلة في آخر عصر الذهبي، وحصلنا على وصلنا للمباراة النهائية في مصر ولعبنا مع المنتخب المصري عام 1987 وخسرنا المباراة النهائية بالرغم فوزنا، لكن انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من ساعتين حال دون حصولنا على اللقب. وعندها دربت نادي النفط بعدها، وأخذنا لأول مرة نادي النفط عام 93-94 يحصل على الدوري العراقي بكرة السلة، ودربت نادي الرشيد فزنا بالدرجة الأولى وصعدنا إلى الدوري الممتاز وحصلنا على البطولات العربية. ومن ذلك اليوم نعم تفضل. أنا هسه أريد أبدي وياك، يوم أمس بعثت رسالة قلت أني مستعد لشراء نادي الزوراء، يعني أنت بروفيسور ودكتور وإداري وتعرف معنى الكلام اللي تتحدث به دكتور، أنت تعرف أنه هذا النادي ينباع، أنه قادر على شرائه، أنه أكو قانون ممكن تنصدم به، أكو هيئة عامة، شنو الفكر الداخل دكتور علي سماكة اللي ذهب بهذا الاتجاه؟ والله تعرف أستاذ نبيل، إحنا صارلنا 20 سنة في الوسط الرياضي متشتفين، وإحنا ما نقدر نعمل كيت وما نقدر نعمل كذا وما نقدر كذا، ووضع العراق في شيء ودكتور علي هو برا وما يعرف وضعنا وما يصير هذا وما يصير ذاك. يا أخي شو كل شيء دا يصير في العراق، العراق كل شيء مباح فيه، يعني شنو أي قانون يمنعني أنا أشتري نادي الزوراء؟ أكو هي أرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة، هي ملاعب، إن كانت أرض إن كانت ملاعب إن كانت مصنع إن كانت أي شيء، من حق الدولة أن تبيعها للأشخاص، ويا ما أشياء كثيرة من ضمنها إحنا ميناء الفاو بعناه، من بيع يعني ملعب الزوراء أو ملعب آخر للتدريب في الشارجية. فأستاذ يعني ما أعتقد أكو موانع في ذلك. طبعا هم يصل قانون يقولون إحنا بعدنا دنعد قانون الموحد، وهذا راح نجي به في محور أنا وياك على القانون الموحد، ويقولون إنه إحنا بعدنا ما حولنا الأندية إلى شركات زين إحنا 20 سنة ما حولنا الأندية إلى شركات، زين يبقى نادي الزوراء هذا النادي اللي أنا أسميه قلعة الأسود، فعلا قلعة الأسود، نصف شباب العراق نصف شباب العراق هم يشجعون الزوراء، وأني واحد من أهم من واحد من المشجعين، وأني يعني من عمر صغير قبل 50 سنة أنا أشجع نادي الزوراء، حتى من كنت إعلامي مبطنا كنت أشجع نادي الزوراء. فحب للزوراء ليس هو جاء وليدة الصدفة، بس أنا البارح الحديث في إحدى القنوات الحقيقة الرياضية شاهدت فشيء، يعني انه هناك مع احد الاخوان في الهيئه الاداريه امتعاض دائم، ماكو عقود ماكو فلوس ماكو لاعبين، اكو مؤامره ضد الزوراء، اكو يعني الى متى يعني نجوم مثل فلاح حسن توقف في باب وزاره المواصلات او النقل، مو يسموها النقل والمواصلات، وزارة النقل والمواصلات يوقف حتى ياخذ 200 مليون او 150 مليون حتى يتعاقد ملاعب، لماذا
لماذا؟ لماذا؟ نادي الزوراء اسم كبير، هاي أمة زورائية، هذا ليس نادي، هاي أمة. أمة تعرف شنو أمة؟ أمة إلها تاريخ، إلها حضارة، إلها تقاليد، إلها جمهور. يعني أنا أقول لك إياها من خلال برنامجك، يعني أنا أعرف الزوراء مؤدبين وثقافة عالية جمهوره، لكنني لم أعرف هذا التعاطف ولحد هذه اللحظة قبل ما أطلع أنا كأك على التلفزيون بالكل تثني وتدعم وتساند الفكرة مالكم. زين هاي الفكرة ما. حتى نستغل الوقت دكتور، هاي الفكرة شلون تقدر تشتري النادي؟ انت طبعا اني من نوهت لحد الان الاف، يعني ما اقول لك ايش قد رسائل اجتني، لكن ممكن اعرف انه على اي اساس تشتري نادي الزوراء؟ او انت تعرف وضع البلد من له الحق ان يبيع نادي مؤسساتي؟ زين والاستاذ شاكر الجبوري يقول لك احنا نبيع بس بشروط، هو مو بكيف الإدارة. أنت إذا تريد تشتري النادي ويا من تتفق؟ مع الإدارة لو مع وزارة الشباب والرياضة، لو مع دولة رئيس الوزراء، لو مع وزارة النقل؟ شلون أنت تشتري نادي وهو هيئة عامة ومنتخبين يا دكتور؟ والله سؤالك أستاذ نبيل يتناغم مع طلبات الجمهور حقيقة، لأن الجمهور ذكي ويسأل يقول لك أنا أريد نعرف الحقيقة. يقولوا لي نبيل السئلة شلون يقدروا هم هيئة عامة وهم صار لهم 20 سنة أو 15 سنة؟ زين النادي هم يأخذون فلوس من وزارة النقل، الأرض تابعة لوزارة الشباب والرياضة، دولة رئيس الوزراء يريد استثمارات ودعم، شلون راح تقدر تشتري نادي؟ شوف أحكي لك السيد نبيل مختصر للكلام، هذا النادي يشترى بحضور دولة رئيس الوزراء. أنا أعرف دولة رئيس الوزراء رجل متفتح، رجل شاب يريد ينجح منهاج الحكومي على مستوى الشباب، وهو ليش يعني ما يهمه ها دولة رئيس الوزراء أن يشوف نادي مثل قلعة كبيرة مثل قلعة الزوراء، هي متصدرة الدوري وهي متصدرة آسيا وهي متصدرة الخليج والعرب، ما يهمه، يهمه أكيد هذا الشيء. فحبيبي أنا جاي ما أروح لا يمنى ولا يسرى، هاي أرض تابعة إلى وزارة الشباب والرياضة وقسم من عندها تابع إلى وزارة النقل، أروح للوزيرين وأني خاطبت الوزيرين بشكل رسمي عشان كان بصراحة. ها اليوم خاطبتهم؟ اليوم خاطبتهم ووصلت وصلت على الواتساب زين الطلب مالتنا الرسمي. ليش؟ ليش يا أستاذ؟ هاي الرياضة في العراق لازم اكو مفاهيم قانونية، لازم سود الرياضة في العراق، هذا يسموه حقوق الملكية الفكرية. انا ما يصير اطلب شراء نادي الزوراء وبكرة يجي واحد غيري يطلب شراء نادي الزوراء، اوكي خليه يجي ينافسني على السعر اوكي، بس انا صاحب الفكرة، انا صاحب الفكرة الاول، فضمن الملكية الفكرية انا حقوقي تبقى ثابتة في شراء هذا النادي العريق بتاريخه وجمهوره وخلقه. اوكي هاي واحدة. الشغله الثانيه اسمح لي استاذ نبيل سؤالك حتى يتوضح للجمهور، انا لا اروح الى مجلس الاداره الحالي، وبالرغم من يعني علاقتي طيبه جدا يا الاخ فلاح حسن، احنا يعني جيل واحد، احنا كان هو يلعب كره قدم واحنا نلعب كره السله، وهو درب واحنا دربنا في جيل واحد، ما راح اروح الى، احنا راح نروح للوزيرين ويصير العقد يتوقع بحضور دولة رئيس الوزراء مثل ما وقع مع الليغا. أعتقد حضور رئيس دولة رئيس الوزراء لتوقيع عقد لشراء نادي الزوراء هذا قوة كبيرة للرياضة العراقية وللاحتراف. أنا أعتقد هي أقوى من عقد الليغا الأسبانية. وعليه خلي أكمل لك إياها، الجمهور يبقى جمهور كبير ومميز ونعمل جاهدين على إسعاده. اثنين الهيئة العامة تبقى هي الهيئة العامة وإلها ضوابط، إلها ضوابط حسب معايير تأسيس الشركات حسب ما أعرف بالعراق احنا نسميها يمكن الدائرة الاقتصادية او غرفة تجارة او شيء، لك ضوابط إلها، هي هاي إلها يعني اكو دس اكو وصف وظيفي للمستثمر او الشاري ويا الهيئه العامه. زين الشغله الثالثه مجلس الاداره ما يبقى،
ما يبقى مجرد شراء النادي مجلس الإدارة ما يبقى، المالك للنادي هو راح يشكل مجلس إدارة وراح يجيب المدرب والمدربين نادي وراح يجيب مدير للاستثمار ومدير العلاقات الدولية والإعلام ومدير للدائرة القانونية ومدير للتسويق ومسؤول الملاعب ومسؤول الدائرة الصحية. كل هذه المسائل تكون تحت إشراف اللي هو راح يملك واللي يشتري النادي. الحقيقة إحنا راح نشتري العلامة التجارية إلى النادي، وليس فقط يعني الاسم، نشتري النادي وعقود اللاعبين وعقود المدربين، شكو اسمه أصول للنادي إحنا راح نشتريها وتصير تحت سيطرة المالك. الجمهور حيكون كسبان وربحان كبير في ذلك. احنا اول سنه راح نحوله الى شركه استاذ دميد. نعم، شركه ذات مسؤوليه محدوده يسموها، يعني تصير ادارتها تحت اداره المالك واعضاء مجلس الاداره الجدد. فاحنا هاي اداره جديده مع احترامي وتقديرها ما راح يكون لها وجود. الهيئه العامه تبقى بكامل صلاحياتها وبكامل الإشراف والمراقبة وإعطاء المعلومة وفي كل شيء. الجمهور راح يكون أسعد جمهور في الدوري العراقي. بعد سنة أو سنتين من تكون ذات شركة محدودة اللي هي تحت إدارتنا، راح تتحول هذه الشركة إلى شركة شركة مساهمة. شنو يعني شركة مساهمة؟ تطرح الأسهم نادي الزوراء في السوق المالي العراقي. يعني أنت تشتري 10,000 سهم، الآخر يشتري 100,000 سهم، الآخر يشتري 5,000 سهم. فالجمهور يكون جزء من النادي، جزء من نتائجه، جزء من تطوره، جزء من تحقيقه للبطولات. لأنه البطولات زين. أنا أسألك، أنا يعني بصراحة من باب المهنية اتصلوا بيا محامين، انا اتصلت بمحامين، قالوا استاذ نبيل ما عندنا بقانون الأندية انه تستثمر او تشتري نادي. زين انت هسه حتى لو يوافق وزير الشباب والرياضة ووزير النقل وحتى دولة رئيس الوزراء، شلون راح تحل الهيئة الإدارية؟ احنا ما عندنا بالقانون، احنا مو مثل بقية الدول، ما عندنا بالقانون يحق لشخص نبيل علي سماكة حيدر محمد أي شخص ما يحق له يشتري أي نادي بالعراق، ماكو هيج فقرة بالقانون. هذا تفكيرك وهذا طموحك، أنت تعرف هاي الشيء راح يصدك القانون يا دكتور. لازم نغير القانون وتضاف فقرة بالقانون، أنه تضاف فقرة أنه الاستثمار أو بيع النادي ذاك الوقت. يلا صح لو غلط؟ صحيح أستاذ نبيل. إحنا مثل ما أقول لك يعني إحنا بالعراق يعني هواي أشياء مباحة يا أخي. إحنا أراضي بالجادرية دا يأخذوها وما الناس صاروا من دولة العثمانية يا حبيبي. هي أكو شيء ما باع، يعني هو لا دولة رئيس الوزراء لا يريد يقول يلا انطوك وخلي يشتري. شو المشكلة لي قرار من مجلس الوزراء؟ صحيح أنا وياك لازم أكو قانون يا أخي. إحنا دا نشتغل على قانون 86، زين احنا صار لنا 20 سنة زين ما قدرنا نسوي قانون الأندية الجديد؟ مو كان اكو قانون الأندية وكان يسمح تحويل الأندية الى شركات؟ ليش توقفوا في مجلس النواب قبل سنتين؟ ليش توقف ايام الاخ الله يذكره بالخير عباس عليوي؟ مو كان اروع القوانين، بس لانه الاخوان في مجالس الادارات ما كان يعجبهم ان يطلعون من النادي. كل واحد 20 سنة أو 25 سنة هو بالنادي، يريد يبقى 40 سنة بالنادي هو وأولاده. دكتور طبعاً لأن تعرف شنو؟ ولهذا هسه تدري نعم ليش؟ لأن أنت هسه إذا تجي رئيس نادي أنت قاعد خال رجل على رجل، والوزارة تعطيك مليارين وثلاث مليارات، طبيعي جداً ما يطلع، لأن لا دا يجيب مستثمر ولا دا يتعب رئيس النادي ولا دا يخرج جيل يبيع هؤلاء اللاعبين ويستفاد، او دا يصنع جيل لهذا النادي. مثل ما انا لا اعرفه انه الزوراء مدرسه، الجويه مدرسه، الطلبه الانيق، الشرطه القيثاره، ماذا هسه البعض يزعل يقول لك لا مو انا جاي اصعد لاعبين،
اعطيني كل موسم ثلاث لاعبين شباب يلعبون بهاي الانديه الجماهيريه مثل ما كان بالسابق. ماكو الوزاره تعطيك فلوس وبفلوس الوزاره تشتغل وتطلع بالقنوات، والله ما عندي والله هذا اللي عندي وهاي هي. طبعا ما يطلع رئيس النادي يبقى 100 سنه مو 20 سنه والهيئه العامه ساكته، شلون يعني تريد رئيس النادي يطلع؟ احكي لك استاذ نبيل اكو مساله منطقيه هسه، يعني وياك واثنين ثلاثه ويانا ناسس شركه، اترك نادي الثوره، اسس شركه راح نشتغل باخلاص لادامه هذه الشركه وتطويرها ها وتحقيق الارباح لو لا؟ اكيد شركه بفلوسنا احنا كل ما نحقق نتائج جيده في الدوري كل ما يرفع رصيد النادي من الجمهور. ليش الجمهور من راح يدخل؟ ليش هو بس راح يدخل جمهور الزوراء؟ ليش الجماهير الاخرى من راح تلعب تطوي القوة الجوية؟ ليش هاي مو مبالغ راح تدخل للنادي؟ النقل التلفزيوني هاي مو مبالغ؟ العقود اللي راح تصير ويا هذا النادي مع شركات كبيرة عملاقة عملاقة، انا احكي لك عن طيران الامارات، احكي لك عن 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 قطر للطيران، انا احكي لك عن الاتحاد للطيران، هذول ناس احنا جالسين معاهم، هذول شركات اعمار، شركات نخيل، شركات دبي القابضه، هذول ناس كانت ترعى الانديه واني مدير تنفيذي بهذه الانديه، عندهم استعداد يدعمون نادي الزوراء باي شكل من الاشكال، دبي الرياضيه مستعد تدعم هذا النادي، هذا النادي الحركة الوحيدة الآن في الوقت الحاضر يا أخي إذا ما تنباع الأندية وتتحول إلى شركات انسى أكو دوري محترفين وانسى أكو تطور للرياضة العراقية. يا أخي أنت تتحدث البارحة يعني من سمعت حديث الأخ عضو مجلس إدارة الزوراء يا أخي يحكي عن 10 لاعبين وتخلص عقود المبلغ اللي يجيهم من الوزارة، 10 لاعبين عقودهم يخلص المبلغ اللي يجي من زين، العشرة الأخرى شلون؟ السفر شلون؟ الأكل شلون؟ العلاج شلون؟ زيادة أسئلة سؤال دكتور، كيف أي احتراف هذا يا أخي؟ الاحتراف ما يصير أنت مطلوب، النادي لازم أنت تروح إلى البنك، البنك مالتك أنت غير مدان، وين اكو هيجي وقفوك الاتحاد الاسيوي والدولي؟ انت كيف تعمل احتراف وكل الانديه مطلوبه؟ احنا اليوم ندعم اوكي ماكو اشكال، بس كابتن انا ادعم وانديه ما عندها ملاعب، انديه جماهيريه ما عندها ملاعب، وهسه انت من تحكي يقول لك هذا بالله شي سولف، ملاعب تاخذ 10 مليار و5 مليار ومليارين و3 مليارات، وهي نادرا ما تاخذ دوري ونادرا ما تاخذ كاس، هو كاس واحد والكل اتقاتل عليه. زين ابني ملعب، يعني انت رئيس النادي اليوم ما تريد واحد يقول لك يابا خلف الله عليك بنيت لي ملعب، ما تريد اجيال تتذكرك هذا ملعب الزوراء، لولا وزاره الشباب والرياضه 100 سنه ما يصير الزوراء عنده ملعب 100 سنة. يعني انت استاذ نبيل صحيح كلامك، يعني معقولة 12 سنة نادي الزوراء هذا مجلس الإدارة اللي موجود ما قدر يلقي له شركة استثمارية أوروبية خليجية عربية عراقية؟ هذول أهل الفلوس اللي بالعراق ما قدرتوا تجيبوا لكم أحد يرعى النادي؟ يمكن أنا أحكي أقول لك هذا يحكي عمي شو هذا الجاي أقول لك بيه؟ شنو ما حد يشتغل قاعدين تجيهم فلوس من شو اسمه من الوزارات هم تتحمل مسؤوليه، انا على اي اساس انطي والله دار اشتري لاعبين ب 500 وب 600 مليون والله دا يتحاركوا لي على كاس؟ اليوم خوب استثمر ابني لي ملاعب، ابني لي فنادق، ابني لي مسابح، يعني يعني شو وقت احنا نتطور؟ يعني هسه دوله رئيس الوزراء الانسان الله يوفقه جاي يدعمني، جاي يدعم ريادتي، أنا غير هم أحرك نفسي؟ شنو أنا قاعد على الحاضر؟ هذا استغلال، هذا استغلال، وأنت تحكي ويقول لك ها أنت ضد فلان، أنت ضد فلان، لا أنا مو ضد أي نادي، بس اعطيني نادي فكر في يوم يستثمر. بنفس الوقت أسألك، البعض يقول ليش دكتور علي سماكة هسه فكر يرجع للعراق واختار الزوراء؟ طيب ليش مو هو لاعب سلة؟ ليش ما راد يجي بانتخابات صارت بالسلة باللجنة الأولمبية؟ ليش ما جاء دكتور علي سماكة؟
شوف ايضا سؤال ذكي استاذ نبيل. طبعا انا هاي اسئله الشارع ما يخالف استاذ نبيل. شوف انا حقيقه اكو فرق بين ناس طلعت خارج العراق وهي كانت انا مدرب منتخب عراق قبل 25 سنه مو بال 99، بس انا من طلعت اشتغلت بالرياضه ولا ازال اشتغل بالرياضه، وكل شغلي انا مدير تنفيذي، يعني انا في قلب الاحتراف، في قلب التسويق، في قلب الرعايه، في قلب كل الاحداث اللي صارت في الخليج، انا احكي لك اياها. زين؟ فاكيد هاي الخبره المتراكمه اللي صارت عندي، ليش لا؟ هذا بلدي ما تعب علي، ما سواني دكتور بلدي، ما سواني بروفيسور، ما صرت مدرب منتخب عراق، هذا بلدي، انا طلعت بارادتي واريد ارجع بارادتي، شو المشكله في الموضوع؟ يعني انا هاي الخبره المتراكمه اللي عندي، انا ترى ما محتاج، يعني اذا تسالني انا لا محتاج اجي ارجع عفوا، ولا محتاج يعني فد شيء من ذلك، انا محتاج المعلومه اللي عندي اخدم بها بلدي، واللي يريد يفكر غير تفكير خليه هو وتفكيرا مثل ما يقولون. فليش رجعت؟ ليش انا مو عراقي؟ مو من اب وام واصول عراقيه 100%؟ اي مو اكو ناس مو عراقيين موجودين. بس بالسابق كان طموحك اكبر، ممكن لجنه اولمبيه، ممكن اتحاد سله كرياضه مالتك، شنو صار وخلاك تبتعد؟ لا هو موضوع كره السله، يعني حقيقه تراني تارك كره السله صار لي 20 سنه. أنا في الإمارات رجل إداري احترافي، حوكمة، إدارة رياضية، ليس كرة السلة، يعني فمو بالضرورة أرجع إلى كرة السلة. طبعا أنا أحبها وأدعمها وأنتقدها، لأنه في عصرنا كانت صدق السلة سيدة العرب والخليج، مو مثل هسه احنا صار لنا 26 سنة ما عندنا أي إنجاز من 26 سنة لحد الآن. هذا يؤلمني، بس مو ليش أرجع للسلة؟ يعني أنا كل عملي هو في الاحتراف، في التسويق، في الاستثمار، في الرعاية، في القانون الرياضي، أستاذ في الجامعة الأمريكية، أسسنا ماجستير القانون الرياضي الأول في الوطن العربي، يعني مش غلط. أنا لو تسألني لا والله الزوراء بالنسبة لي أهم رئاسة اللجنة الأولمبية، بس مو الزوراء هي طبعاً أهم رئاسة اللجنة الأولمبية. يس يس هاي أمه، يعني ارجع واقول لك هاي ام زورائيه والله. دكتور بشنو توعد جمهور الزوراء؟ بشنو توعدهم اذا توفقت بهذا المشروع؟ والله جمهور الزوراء اقول له اذا اجينا خيضم فلياساته لا يصرفها، لان راح يتحول الى اسهم، وراح الاسهم يقدر يشتري اسهم، ونتائج الزوراء من راح تكون جيده، سعر السهم مالته راح يصعد، اذا يحط 100,000 يمكن خلال شهرين يصير 200,000. بس اليوم امس انا وياك كنا نحكي بالتليفون من ضبطنا موعد الحلقه، طموحك كبير وما اعرف مبالغ به، انا ما سمعت زين، انت بطموحك تقول يعني انا شنو اجيب مغتربين ومحترفين وغيره، انا طموحي اوصل الميسي اجيبه، يعني اكو هيك مشروع ببالك دكتور؟ معقوله؟ شوف اقول لك شيء استاذ نبيل، صح لو غلط؟ أني بحياتي أحب التحدي وأحب الإصرار بقوة، بس بالواقع يعني أنت طموحك تجيب ميسي للزوراء؟ عندي شيء مستحيل، مو اللي جابوا ميسي أفضل، هذا العراق يا أخي 7,000 سنة عمره، 7 حضارات مرت عليه، كل حضارة دنقة هالكبرها، زين سبع دنق، أنت شلون تقدر تضربها وتشيلها؟ ليش هذا ما انت تحكي لازم هالقوة؟ شنو يعني هي؟ وهو مبلغ، ليش انت الزوراء اذا هو دخل وصار ملك والشغل بنزاهة ونظافة وماكو فساد به وبكل صدق وامانة ووفاء شنو يعني؟ شو مشكلة يعني؟ لا ما مشكلة مجيء ميسي الى الزوراء. يعني انا احكي لك شغلة، في ايام ويسمعني الاخ حامد ناجح حمود كان رئيس اتحاد كرة القدم، قلت له أخ ناجح ليش ما أجيب لكم مارادونا للعراق؟ وكان أكو حظر وما أدري شنو،
الله يرحمه طبعا مارادونا، والاخ ناجح من خلالك تحياتنا له، قال لي يلا دكتور قلت له بسوي ايه، قلت له قال لي بسوي لك سوي لي كتاب، قلت له سوي لي كتاب تخويف بالتفاوض معه. رحت للفيلا مالته بدخله جميره وقعدنا وسولفنا، قال اني اجي للعراق بلاش، مع العلم هو ياخذ 3 ملايين دولار على زيارته. قال لا انا نعرف عرفت العراق انظلم وتأذى من خلال الاحتلال. دزيت الرسالة قلت لهم هذا الرجل يريد يجي للعراق وكل شيء ما يريد بس هدية البناته، وكل شيء كان يحب بناته الثنين يعني قطع ذهب بسيطة وخلاص، بس يجي كأنه درجة وزير يعني مال بزنس كلاس فيرست كلاس، هو يستقبل استقبال يعني يليق به وهو نجم. جبت الرسالة شاخذوا الرسالة ودوها للوزير بذاك الوقت الله يذكر رجع جاسم محمد جعفر، قال اكو كانت مظاهرات ما اعرف الرمادي ما ادري وين والبصره، قال هذا ذا يجي امنيا من يحميه من وكذا من ما ادري شنو، قال يابا هذا بلاش شنو من يحميه شنو من كذا، وحتى يروح لاقليم كردستان يوم ويروح للبصره يوم ويجي في ملعب الشعب الدولي يوم، وكلها جهزت والغوا الزيارة. ويسمعني الأخ ناجي محمود ويقدر تقدر تتصل فيه وتقول له، وكان رجل متعاون الأخ ناجح وعرف أني علاقاتي ممكن أن أوصل. فمسألة ميسي وغير ميسي ليست بالصعوبة على العراق العظيم، هذا العراق اللي بوابة العرب ما صعبة علينا. يعني أنا الأخوة في السعودية يعني أبارك لهم المستوى اللي وصلوه. طبعا انت لا تنسى يعني الاخوان في السعوديه اذا انت تقول احنا ان تتقاطع ويانا القوانين العراقيه او فرشي، ولو اني ما اعتقد يعني دوله رئيس الوزراء حيوقف امام ذلك، واني احكيك يا بصراحه ما اوقع العقد لشراء نادي الزوراء الا بحضور دوله رئيس الوزراء، لان انا اعتبر هذا العمل انجاز لحكومته. اها يس انا اقول لك يا بصراحه انجاز لحكومته وتفعيل لمبادرته باحترام دوري المحترفين والليغا الاسباني. احنا كنا نحكي عن يعني قبل الحلقه، انا مو ضد يعني الاحترام بس كل شيء جبكته هو صحيح. انا مستعد ادعم الاخ عدنان درجان في موضوع الاحتراف، ولو الاحتراف الان يعني 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 صار متاخر جدا، لأنه أعتقد راح يكون على 20 نادي والآن كلها خلصت عقودها. وهل إحنا راح نشتري نادي الزوراء الآن؟ نعم نشتري الآن حتى لو عقود النادي هي موجودة. إحنا إذا ما قدرنا الآن نغير في بعض العقود إذا ينتهي موعد التسجيل، إحنا عندنا الفترة الشتوية نقدر نجيب لاعبين على مستوى عالي ونعيد توازن الفريق. أستاذ إحنا مهيئين، ترى أنا أحكيات احنا جالس ويا ناس خبراء اجانب وعرب وعراقيين في الداخل والخارج وواضعين كل شيء للموضوع. يعني مدير التنفيذي للنادي راح يكون بريطاني، مدير الاستثمار اماراتي. دكتور اريد اسالك اسئله بس باختصار تجاوبني يعني حتى نستغل الوقت. تفضل. يعني بصراحه هل يجب المضي بقانون الموحد المقترح به؟ نقدر نمضي بالقانون الموحد؟ نبيل اسأل مصر، اسأل الأشقاء في مصر، وإحنا جبناهم ضيوف في الجامعة الأمريكية شرحونا كيف عملوا القانون الموحد في جمهورية مصر العربية. كن على ثقة 10 سنين هم يشتغلون عليه حتى يصدروا، ومن صدر القانون من قبل مجلس الشعب الآن أكو 35 فقرة محتاجة إلى تحديد، أيضا معروضة على مجلس الشعب. يا أخي خلي نبدي، أنا مو ضد الأفكار هذه، بالعكس هاي جت في نتيجة متأخرة ومتسارعة مو صحيح. هسه شوف أنا هذا الداحشي أنا وياك، هذا الداحشي أنا لو أكو قانون موحد صادر وما بي هذه الأشياء كان وقعنا في إشكال. خلي نروح إلى قانون الأندية نعيده، الرجعة للبرلمان بتعديلات جديدة، مسألة الشراء، مسألة التملك، مسألة الشركات،
مسألة الاحتراف هذني كلهن لازمين. أخلي نبدي في قانون الأندية، يصير عندنا قانون أندية ونشوف ونجرب، ويصير عندنا قانون لجنة أولمبية ونشوفه ونجرب وتنشوف مشاكله، ويعني ترى وعندنا قانون الاتحادات ونشوف احنا ومشاكله. يعني هسه القوانين العراقية تتعارض بفكرة شراء نادي الزوراء؟ يعني انت لا تسألني، ممكن تتعارض، ممكن تتعارض، بس 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 رئيس مجلس الوزراء من حقه. ليش احنا بالاحتراف؟ ليش هو الاحتراف؟ الاحتراف في كرة القدم مو يتعارض مع النظام الاساسي لاتحاد كرة القدم؟ ليش سوينا؟ صح استاذ نبيل؟ ولا صح يتعارض؟ صح. خلص خلص، ليش احنا نستثني هنا وما نستثني هنا؟ اخي يا دولة رئيس الوزراء ارجوك، انت شخصية عشت في البلد واحنا وياك عشنا بنفس الفترة في البلد، ويمكن انت كنت تشوفني من اعلق على مباريات كرة السلة وانت بعدك شاب، اتاكد متاكد بعد زين. يا اخي امضي بشراء الاندية، خلي الناس تشتري الاندية العراقية واخلص من هالصدعة ما قالت الوزارات وحشت كل واحد قاعد لي 20 سنة و 25 سنة في النادي، ونفذ قانون الأندية وطي فرصة لقانون الموحد شوية اهدأوا فيه، خلي بعد 5 سنين مشتغلة على نار هادئة ونشوف مشاكل القوانين الثلاثة المطروحة. ومع العلم احنا ترى عندنا قانون الاحتراف صادر من مجلس النواب، يعني احنا مكتملين والله يا الأخ عباس عليوي والأخ من دهوك أيضا الأخ ديار كانوا عملوا شغل ممتاز في الفترة السابقة في مجلس النواب. أي ماكو ناس ما تقبل يتغير هذا القانون دكتور، تقول لك كان إذا يتغير ما أبقى بالنادي، فما يقبلون فيصير ضغوطات عليهم. يا أخي لا شلون يعني أنت يعني ساد نبيل، ترى أنتم لكم دور، خلاص مثل ما أنا إذا أصر الآن وعدي إصرار وأريد ولازم وأشتغل وأتحدى، أنت هم تحدى بالإعلام يا أخي، حتى لو ما قانون إحنا جاي نتحدث وجاي نحكي وجاي نتكلم، لكن هم مثلكم ترى هم البعض يقول لك أنت جاي تسولف، من يطبق؟ من يمشي بهذا الكلام؟ ما أعرف يعني أنا بصراحة. تدري ليش المستفيدين؟ ليش هو هذا أنا الوضع مع شراء نادي الزوراء؟ إيش تتوقع يعني؟ أكو ناس متضرر راح تتضرر طبعا ما يعجبها، واكو ناس حتستفاد تقعد بملعب راقي بمشروبات زين. هذا المشروع انت بوحدك ماشي بيلو، اكو اشخاص وياك دكتور؟ لا اكيد احنا شركه اني ارأسها، وانت تعرف من تنظم من تروح، ترى النادي هو احنا نشتريه واحنا ملاكه، بس على نظام العراقي، يعني نظام الشركات بيها رئيس شركه وبيها مدير رجال اعمال مدير الشركة وبيها، هم دولة منو هم دولة راح يجون شنو؟ هذول عندهم نسب بالشركة هاي، مو قلت لك أول سنة يعني أكو أشخاص وياك مسؤولية طبعاً، أكو أشخاص بس هم طبعاً أكو أشخاص زين من العراق، أكو أشخاص وياك؟ نعم من العراق من العراق ومن الخليج، وحقيقة أكو ناس يعني الاشخاص ممكن يكون رياضي لو تاجر لو شيء. اكو رياضي مثلا مدير الرياضي عراقي على مستوى راقي، المدير الرياضي مدير العلاقات الدوليه والاعلام رياضي عايش برا وممكن يجي يعمل في النادي، هو له الصلاحيه ان يختار اللجنه مالته، بس مدير التنفيذي للنادي لا، هو اجنبي من بريطانيا، ومدير الاستثمار إماراتي ويساعدوه من أسبانيا، ومدير الإدارة الطبية الدائرة الطبية احنا ما نسميها، هذولا حيكونون أغلبهم أجانب من الفيفا زين من الاتحاد الدولي للإصابات الرياضية. الجمهور يسألنا دكتور، الجمهور يسأل ومن حق الجمهور يسأل، يقولون نبيل اسألنا ضيفك، واحنا يقول حسنين راضي عضو رابطة الزوراء، شنو خططه اذا استلم مهام الزوراء؟ شوف ساد نبيل، هي احنا ترى خططنا ساد نبيل مو احنا جايين نجي نشتغل شغل اني،
احنا خطتنا لعشر سنوات قادمه الى النادي، يعني احنا نعرف هذا اللاعب ها المدافع او حارس المرمى اللي موجود زين، نعرف لازم بعد 4 سنين هذا راح يطلع، منو راح يحل محله؟ هاي لازم تصير فرشه على الارض، يعني 10 سنوات من القاعدة إلى الفريق الأول تمشي، نعرف كل مركز منو من شنو نحتاج له بالفئات العمرية، وإحنا مو إحنا راح نسوي شغلة يعني رأسا نيجي خلاص راح نعمل الشيء اللي كل يطمح له الزوراء بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، إحنا عندنا خطة لعشر سنوات قادمة مثل ما عملت السعودية لعشر، ترى السعودية ما بدأت بهالشكل هذا، السعودية بدأت قبل 10 سنين، الإمارات 2009 بدأت بالاحترام. فإحنا أستاذ نبيل يعني أوكي جمهور الزوراء حقه والله حقه من 2017 هو ما ماخذ دوري، يعني عندي يعني سجلتني هنا يعني من 2017 آخر مرة الدوري، 2018 آخر مرة ماخذ الكأس وكأس السوبر 21 سنة 21، يعني هو كان ياخذ اقل شيء بطولتين من هذه البطولات كل سنه، زين هو غائب عن هذني ليش؟ وهذا زوراء يا اخي والله هذا الجمهور، يعني الجمهور انت يعني انا فرحان بما اشوف من هيك ناس رائعه في جمهور الزوراء حقيقه، يعني لمسته شجعني اكبر هو تعاطف الجمهور مع ما ذكرته من فكره في مقترحي هذا. أتمنى للزوراء أن يعيش أيام سعيدة، وأني راح أشتغل وتحدي وأنتوا تدعمين إلي الإعلام أكيد، لأن شو عندكم مصلحة، تعدكم مصلحتكم أنه البلد خلي يا أخي خلق تصير حركة أستاذ نبيل، إحنا إجا الوفد استقبلوا بالمطار هنو ما أدري شنو تكريم هذا شنو سوينا، رحنا للعرب أخير بطولات العربية، رحنا لآسيا أخير 16 سنة ما عندنا ميدالية، يعني شنو يعني 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 هاي الفكرة هسه ما تحس إنه البرنامج مالتك الآن مشاهد أكثر من بقية البرامج، يعني الفكرة غير شكل، الوضع غير شكل، خلي يجي واحد آخر يطرح فكرة غير هذه، الآخر يطرح فكرة غير هذه، خلي تصير الوطنية هي المقياس الحقيقي للطرح، مو القضية الشخصية، مو أنا إيش قد أستفاد، مو أنا إيش قد أنطي، والله عمري لا أعطي دينار ولا راح أنطي دينار. زين. صراحة أكو ناس تواصلوا وياك قالوا لك انطينا وإحنا نخليك بمناصب، وصار هذا الشيء ويا دكتور علي سماكة. ما يجرؤون استاذ، ما حد يجرؤ وياي يطرحون هذا الطرح نهائيا، لان يعرفون الرد مالتي قاسي وما يفيد، بس اني يعني مساعد كبير لمن يحتاج من مو بشان الرياضي، من كثير من ابناء المجتمع العراقي وغير العراقي، هو معروف يعني انا كنت مدير تنفيذي النادي عين وقبلت ناس عرب في العراق وهم يدرسون في الجامعات العراقية، فالخير احنا موجود في اي مكان، وبعدين احنا من عائلة خير يعني، ومن عائلة دينية اصيلة معروفة بحبها وطنيتها، فما اعتقد احد يجرأ ان يطرح علي اي موضوع مثل هذا. تمام. انا يعني بصراحة ما اعرف الحلقة ما تكفي لو اتحدث بعد ساعة معاك، لكن البعض يقولون ليش دكتور علي سماكة ما يدعم دوري المحترفين؟ تسمعني يقول لك اليوم كابتن عدنان درجال البعض جاي يعمل ويشتغل، دولة رئيس الوزراء يدعمه مثل دكتور علي سماكة، ليش ما نشاهده يدعم دوري الليغة ونصير الليغة مثل بقية ال يعني بصراحة الدول؟ والله شوف أستاذ نبيل، أنا طرحت لك الموضوع بس أنا ما حبيت ينطرح السؤال، بس يلا تحكم إعلام تطرحون. أنا ويا الأخ عدنان درجال، أولا أنا مدرسة في كلية التربية، هو أحد طلاب، ومن إجا أنا كنت معاه يعني كلش قريب، وشكلنا لجنة في وزارة الشباب من 5 أشخاص وأنا واحد من عندهم لصياغة قوانين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية
أندية رياضية. أوكي؟ أو حتى كنا نتداول أنا وياه في كيف نأسس فرع لمحكمة كاس في العراق. والتقيت الله يحفظه القاضي جاسم محمد اللي هو رئيس المحكمة الاتحادية. التقيته في مجلس القضاء أكثر من مرة وتناقشنا في الموضوع، وطبعا تحياتي للأخ جاسم ولو تليفوناته متغيرة فما أقدر حقيقة أوصل له. وعلى أساس نعمل ذاك. بس من رشحت لانتخابات اللجان وفي أنا أقول كيها بصراحة، أنا رجل حدي صارم في علاقاتي، وهذا سر نجاحي في دول الخليج. لأن أنت تعرف دول الخليج تتعامل ويا 30 جنسية وكل واحد له طباع وكل واحد لازم تكون شوية شديد في التعاون ونفس الوقت إنساني. المهم فأنا تهددت بالقتل إذا أجيت للانتخابات اللجان الأولمبية وأنا في دبي يعني. فأنا دزيت له إيه أستاذ نبيل، وأنا أرسلت له، هو كان وزير، قلت له أستاذ عدنان يعني أنا مرشح إلى انتخابات اللجنة الأولمبية، هذا التهديد إذا هسه أوديه للجنة الأولمبية الدولية راح يقفون الانتخابات، لأن تهديد هذا على أي أساس؟ إنه أنت وأنت حكومة ما تعرف يعني أو ما تساعدني. فقال لي أرسل لي إياه، حتى أصلا اسمه هو حتى اسمه مذكور بالتهديد. زين انتظر اسبوع، عدنان ايش سويت؟ كابتن عدنان ايش سويت؟ عدنان شو حملت؟ يا اخي التليفون تروح ما اعرف وين يروحون يحصلون شو من هو هذا ومن من ذاك، حتى نفتهم، حتى اني اجي تدرف اني بعيد عن العراق، هل هذا التهديد صدق؟ هل هذا التهديد كذب؟ يعني غير افتهم القضيه؟ اشو هذا ما رد علي؟ قلت خلاص اني ما يرد علي انا هم بعد ما رد علي. بس يعني لان ما رد عليك وانت تهددت صار هذا التاتش بينك وبين كابتن عدنان درجال. يس كل شيء ما عندي. زين هو عدنان شنو صلت يعرف انه انت ليش مو اكو؟ طيب اكو بقيه الاجهزه الامنيه، تحياتنا للامن الوطني وغيره، ممكن يكشف لك منو هاي الاشخاص وانت تمتلك علاقات طيبه حسب معلوماتي باغلب اجهزه الدوله. يس سعد، بس انا حكيت مع وزير الحكومه واني دا اترشح الى مؤسسه تابعه للحكومه العراقيه، هو وزيره، ليش انا اروح ابعث الفها واسويها طريقه طويل؟ هو راسا يقدر يشيل تليفون ويقول لي تفضل دكتور مالك شغله، احنا مسؤولين عن الموضوع. اجوا الاخوان في التيار الصدري الله يحفظهم ويحفظ سماحه السيد مقتدى الصدر، ارسلوا لي ناس للمطار واستقبلوني وبقوا وياي الى حين انا رجعت. تمام انا ادعمه، بس خليني اكمل. انا ادعم الكابتن عدنان برغم ان الوقت متاخر عن موضوع دوري المحترفين، أنا مستعد أدعمه وأنا عنده خبرة كبيرة في دوري المحترفين لأنني جزء من أسس دوري المحترفين في دولة الإمارات. هم لا تقول لي سلة، أنا قدم، هاي إدارة ما لها علاقة سلة وما لها. تمام قبل الختام راح تنتظر الموعد اللي يكون مع دولة رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة ووزير النقل، لو فقط هاي الحلقة وخلص، لو شنو قبل الختام؟ والله سادة يعني مثل ما قلت لك أنا مصر وراح أظل أتابع وأتابع الموضوع، لأن أنا وعدت جمهور الزورة أن أكون قريب لهم. أحكي لك إياها بصراحة، ما راح نسمع أي نتيجة، ما راح نسمع أي شيء، وأنا ما أتوقع دولة رئيس الوزراء أكيد يسمع الحديث. ليش؟ وهذا الحديث شنو؟ مو بمصلحة الرياضة، مو بمصلحة البلد، هو ما يهم ذلك؟ أكيد يهم. إذا ما صار شيء تعرف شو راح يصير؟ راح أجي إلى مطار بغداد وجمهور الزوراء راح يستقبلني في مطار بغداد، وصير تظاهرة وتظاهرة رياضية سلمية بأنه نستلم نادي الزوراء، ويصير ضغط على الحكومة أحسن لي. يعني أفضل أنه يصير. وأنا تشوف أنا ملتقي بمعالي رئيس وزير الشباب والرياضة في دبي، وقعدنا حوالي 45 دقيقة، رجل مهذب ورجل يهمه يعني سمعة البلد والمخلصين والنزيهين. فمعاني حقيقة وزير النقل ما أعرفه، يعني أعرفه كوزير واسمه وكذا ويعني وصورته، بس الوزير أنا حوالي 45 دقيقة قاعدين لوحدنا في الفندق اللي هو ساكن فيه في دبي، وسولفنا في كثير من أمور، شخصية يعني أعتز بها ورجل محترم. فبس هو بطبيعته ما يرد على الواتسابات يعني كثير، يعني يوم بيومه. فاليوم تواصلنا ويا مكتب الوزارة عن طريق الأخ الدكتور موفق، وحنشوف يعني خلال هاليومين. تمام أنا أشكرك، بس يعني هاي قوية مال تجي بمطار بغداد ويستلمك جمهور الزوراء وتبدي بي
الخطة الثانية. يس يس أنا مع مصلحة الرياضة. شنو أنا شاري؟ أنا جايب فلوس ودا أنطيه. أكو واحد يجيب فلوس دا ينطيه يقولوا له لا لا تجيب، لا عاد أقعد أنتظر. مو قال لك يوم أمس أستاذ شاكر قال لك جيب لنا لاعب وتعال خذ مكاني. حبيبي أستاذ نبيل لاعب، أنا مو وكيل لاعبين، أنا رجال رئيس شركة. أنت تجيب لاعبين، شنو أعطيك لاعبين على أساس شنو؟ أنا مو وكيل لاعبين. خلي إحنا ناخذ الزوراء وخلي هو يروح يجيب لنا لاعب، خليه يروح هو يجيب. بس العملية المهم أطمئن جمهور الزوراء، الهيئة الإدارية موجودة بكامل صلاحياتها، والجمهور العزيز الغالي على نفسي وقلبي موجود في عيوني. الهيئة الإدارية ما موجودة إذا تم شراء نادي الزوراء. تمام فقط هاني جدا أشرح. نعم تفضل. سوري تمام. عندك رسالة أخيرة وقت البرنامج خلاص. شكرا على استضافتك، كنت دائما محاور جيد حقيقة وممتع. أشكرك والله، ساعة ما تكفي وياك صراحة دكتور. أنت تعرف إحنا ترى دائما إحنا كنا نتخابر على أساس نطلع، أنا مرة بأمريكا مرة بكندا مرة بسويسرا مرة بالسعودية مرة هنا، بس هاي خدمة. شوف هذا ابتعادكم الإعلامي، عذرا يعني مخرجنا أخذنا من الوقت كثير، هذا ابتعادكم أنتم كشخصيات عراقية أصيلة رياضية، هذا ابتعادكم ترى أنتم تتحملوا اليوم، مو إحنا الإعلام. لأن اليوم أنت يمكن من فترة مظاهر بالإعلام، الناس ما تعرف منه دكتور علي سماكه، شنو هو، ايش كان، ايش قدم، ما قدم، انت كنت رياضي، تعرف كابتن. احنا اليوم من حقنا هاي تساؤلات، فضروري تظهرون للساحه. اليوم احنا نريد نتطور، نريد نعيش، نريد نشوف رياضتنا، نريد نشوف بلدنا بافضل صوره، فانتم تريدون احنا ندعم وانتم ما تظهرون، يعني شلون هاي؟ اوكي نظهر للاعلام بس لا نهدد بالقتل اذا نريد نجي. ما عاش لي صدقني ما عاش اللي يهدد، وهذا اللي يهدد جبان ياما يصير تهديدات وهاي، لكن راح زمن التهديدات بالذات انه انت هاي القناة اللي تظهر بيها، صدقني هاي امام الملأ، حق الرد مكفول للجميع، واي شخص يهددك يبعث لك رسالة يقول لك ليش ظهرت ابعث لي الرسالة، واكيد يعني ادارة القناة محترمة وتتخذ كل الإجراءات القانونية، أو أقول لك فلان اللي هدد. أنا ما حقيقة ما سمعتك بالأخير حقيقة أستاذ نبيل. أقول لك إحنا بالذات قناتنا قناتك في الحق الرد لأي شخص، وبنفس الوقت ما عاش اللي يهدد، لأن إدارتنا محترمة وبكل كوادرها وبمديرها، فمن اكو شخص يهدد بس قل لي هذا الرقم هدد، ودعتك ثاني يوم ثالث يوم اسبوع شهر اجي اقول لك فلان اللي هدد. احنا ما نتهرب استاذ علي سماكه بالذات ويا العراقيين الشرفاء. الله يحفظك، انت عراقي اصيل. شكرا لك. شكرا لك. وانا اقول تحيه الى جمهور زوراء قلعة الأسود. نحن قادمون إن شاء الله. تحية جمهور الزوراء إن شاء الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، حق الرد أكرر يعني لأكثر من مرة، لأي شخص، لإدارة الزوراء، للأشخاص اللي ذكرنا أسماءهم، لوزارة الشباب والرياضة، وزارة النقل، أن تظهر وتوضح هاي الأمور. احنا مو فقط يطلع الضيف ويتحدث، هذا من واجبنا. شكر موصول للأخوة بالكنترول خلف الكواليس المواقع، وهذا أنا نبيل طارق في الإعداد والتقديم، نلتقيكم يوم غدا في أمان الله.